كتعرفوا في مدينه القصر كبير من المدن التاريخيه والعريقه، الا ان للاسف الشديد ما عطاتش يعني المكانه ديالها والحاجيات ديالها. احنا من اكبر المشاكل اللي كنعانيو فيها في مدينه القصر الكبير هو المشكل ديال العطاله، وهادشي كينتج على انه واحد العديد من 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 الظواهر السلبيه. مؤخرا كتشهد المدينه واحد النوع ديال الهجره المكثفه، يعني بالعشرات بل ما نقول لكم بالمئات، يعني كل ليله يعني كيركبوا قوارب الموت. والامر والاخطر من ذلك هما واحد الفئه ديال القاصرين، يعني شباب وشابات عندهم 13 سنه 14 سنه، يعني اصبح الحلم ديالهم هما الهجره، ويعني اكثر من ذلك كيمشيو يعني بطاله، النقص في الادويه، مستشفيات، بنيه تحتيه، ملاعب، حدائق، ما كاينش بزاف الحاجات كنعانيو منهم في هذه المدينه هذه، فهمت؟ بزاف الحاجات كنعانيو، الشباب ضايع، ما كيسيب لا خدمه لا حتى حاجه، كيبقى يتعاطى المخدرات، كيتعاطى بزاف ديال الانواع ديال المخدرات هنا في هذه المدينه هذه، فهمت؟ بالنسبه للمشاكل اللي في هذه المدينه الحبيبه هذه، خدمه ما كايناش، كاين لا معامل لا فرص شغل لا حتى شي حاجه. الحمد لله الشباب كاينه موجودين ولكن الخدمه ما كايناش. بالنسبه للهجره وداك الشيء راه بنادم ما عارفين يمشي، فهمتي؟ اللهم ياكلوا البحر ولا ياكلوا بعضياتهم هنايا. ومشكله الاجرام هنايا، الاجرام موجود الحمد لله، كاينه غير مجرمين، التليفونات كيتسرقوا، الفلوس كيتسرقوا، الديور كيتسرقوا، كل شيء كيتسرق. كنطلبوا من المسؤولين خصوصا في هذه البلاد هذه يشوفوا بحال هاد الشباب مساكن يديروا شي معامل ولا هذه. انا كنعرف شخصيا اطفال يافعون قاصرين في عمرهم 12 سنه، في عمرهم 18 سنه، ما فايتينش 18 سنه، لانه ملي كيمشي لتما في عمره فايت 18 سنه كيرجعوه. ولكن اللي كنشوفوا الان الظاهره اللي كاينه هما اطفال قاصرين هما اللي كيمشيو، والدينهم ايضا عاوتاني يرمونهم في البحر وكيصردوهم وكيخلصوا عليهم وكيمشيو. علاش كيمشي لتما؟ كتكلف بهم ديك الدوله، كتكلف بهم السنترو او ما يسمى بدار الخيريه، كيعدلوا لهم الاوراق ديالهم، كيعطيهم واحد البطاقه كيخرج كان عنده باسبور احمر في ديك الدوله، كيخرج يتسالى كما بغى. ملي كيدير 18 سنه راه كيتعلم تما في التكوين، كيقرا، كيستاجيو به، في الاخر كيخرج مزيان. فيما يخص الجوانب ديال الرياضه وفرنا الحمد لله نسبيا الملعب البلدي عرف واحد التحول وتحسينات جديده، مليار ونصف راه باش كيتصلح. المجال ما هو الاجتماعي اللي كتكلم عليه ربما يكون اقتراحا يكون شي ثوره من هاد المواطنين. انا كنقول دائما وهادشي حتى الاجهزه البلاد كتعرف هادشي، ملي كتكلم على الحسيمه وجراده راه كيجي قصر كبير هو الثالث من ناحيه الغليان اللي فيه، ما كاينش الشغل، ما كاينش بحال هاد الحوايج، ولكن امل السكينه علينا كي ينتظروا منا هاد المنطقه الصناعيه وهاد الاشياء اللي تكلمنا عليها. في حاله لم يتم هادشي اكيد غنحمل المسؤوليه المسؤولين اللي ما تجاوبوش المطالب المجلس، لان الناس اللي تظاهروا في جراده والحسيمه لانهم كيشوفوا في المجالس ديالهم قصروا في عدم القيام بالواجب. اما انا لما يسالني عن الصحه غادي نقول له عملت مجهود، يسالني عن الشغل عنده نقول له درت مجهود، لما يسالني عن الرياضه نقول له درت مجهود، لما يسالني عن المجال الاجتماعي نقول له درت مجهود. ولهذا ما غادي يحاسبونيش المواطنين كرئيس مجلس بلدي، قد ما غادي يحاسبوا الناس اللي ما تجاوبوش معي.